بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بليالي الخير وأيام البر، في شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. إنه شهر الصيام الذي قال فيه رب العالمين جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين، قطر الندى وبدر الدجى، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ممثلا بمعالي الوزير طارق الخطيب، دولة رئيس مجلس النواب ممثلا بسعادة النائب محمد خواجة، دولة رئيس مجلس الوزراء ممثلا بمعالي الوزير جان أوغاسبيان، ممثلة سماحة مفتي الجمهورية، أصحاب الدولة والمعالي والسيادة والسعادة والفضيلة، أيها الحفل الكريم، ما أحلاها من أمسية رمضانية مباركة نجتمع فيها على مائدة جمعية أحبها الوطنيون الشرفاء الصادقون، ووثقوا بها باعتبارها من الثوابت الوطنية الداعمة لاستقرار لبنان وأمنه واستقلاله ورسوخ هويته العربية. إنها جمعيتكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي كبرت مؤسساتها الوطنية التربوية والثقافية، الاجتماعية والصحية، الإعلامية والشبابية والرياضية، بدعمكم ونصائحكم والتفافكم حولها، فمرحبا بكم وأهلا. السادة الحضور، إن هذا الشهر العظيم فيه مدعاة ليحاسب المرء نفسه: ماذا عمل وماذا قدم ليوم تشخص فيه الأبصار، ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنيئا لمن هذب نفسه وجملها بمحاسن الأخلاق، فتحمل أذى الناس وكف أذاه عن الناس وبذل لهم المعروف. وطوبى لمن عمل لسلامة نفسه في الآخرة والأولى، وسعى لما فيه خير مجتمعه ووطنه وأمته. فالمؤمن الكامل هو الذي يحب الخير للناس، لكل الناس، كما يحب الخير لنفسه. ومن هذا المنطلق وعلى هذا المبدأ سرنا مع القائد الشهيد سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله، ولا زلنا على نهجه. وفي مدرسة الحافظ المربي الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله نحن مستمرون نربي الأجيال تلو الأجيال، لأن يقيننا أن صلاح الفرد يؤثر في صلاح الأسرة، وأن صلاح الأسرة يساعد في صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع يساهم في بناء الأوطان. أيها السادة، ما أحوجنا اليوم أن نستمد الفضائل في شهر الصبر ومجاهدة النفس، فنكون أوفياء لوطننا وأمتنا، فندعم مسيرة البناء والإعمار، ونشجع
كل إصلاح إداري ونوحد صفوفنا لنحافظ على أمننا الداخلي والخارجي ونحيي مؤسسات الدولة بحيث ينعم شعبنا بخدماتها فيعود لبناننا إلى مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي والعربي ليعود ويشارك في صنع الحضارة بكل أشكالها. ومن منطلق حرصنا على بناء وطننا وازدهاره وعلو شأنه فإننا ندعو كل الحريصين على لبنان وشعب على لبنان وشعبه وفي مقدمتهم الرؤساء والوزراء والنواب أن تتوحد جهودهم للنهوض حقيقة بلبنان وأن يضعوا مصلحة البلاد نصب أعينهم ويعتمد المنطق والحكمة وأسلوب التروي والترفع عن العصبيات والتشنجات وأن يعالجوا ما علق من القضايا وما يستجد منها بشمولية وبعد نظر وأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة للتخفيف من الضائقة المعيشية التي تعاني منها الأغلبية من شعبنا اللبناني في لقمة عيشها ودوائها واستشفائها وتعليم أولادها. وهذه أمور تتطلب جبهة داخلية متماسكة وتفاهما وتفهما وحوارات هادئة هادفة تكون بمنأى عن الحسابات الضيقة وتتطلب معالجة جادة وتصديا حازما للفساد الذي استشرى حتى بات يهدد الدولة في وجودها والمؤسسات في قيامها بدورها في رعاية المواطن وتلبية احتياجاته كما هو الحال في الدول المتقدمة. كما تتطلب خطة نهوض شاملة اقتصاديا واجتماعيا وتقوية لإمكاناته الدفاعية بشكل متوازن ومدروس. الحضور الكرام، إن عملية النهوض والبناء الوطني ليست مجرد كلمة أو شعار، إنها حركة تخطيط علمي وتنفيذ فعلي وممارسة سليمة ومشاركة جماعية من جميع شرائح المجتمع، حيث يشمر المسؤولون والمواطنون في آن عن الساعد، وحيث الكل يسعى ويبذل من أجل خير الجميع. وبهذا نرتقي إلى دولة المؤسسات، فتقوى هذه المؤسسات وتنهض، وبهذا أيضاً نحفظ بلدنا من المتاهات ونجعله قوياً متيناً في جبهته الداخلية. وإننا في هذا المقام ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة ندعو إلى حكومة منسجمة تتصدى للتحديات الخارجية دون أن يشغلها هذا التصدي عن معالجة الهموم الاجتماعية والمعيشية والوضع الاقتصادي وتفاقم ديون الخزينة ومعالجة الهدر والفساد. أيها السادة، إننا وفي شهر الصيام هذا وفي هذا اللقاء المتجدد يهمنا أن نؤكد على أن جمعية المشاريع من هذا المجتمع وله في خدمة الإنسان لترشيده وتثقيفه وتقديمه لبنة صلبة في بناء الصرح الاجتماعي ورفع منارات الثقافة النافعة ليكون لبنان معلماً حضارياً في جبين التاريخ. وفي الختام، ها هو شهر الصيام والقيام، شهر الطاعة والعبادة والمواساة والتوبة، قد دخل في نصفه الأخير، فلتكن البقية الباقية للإصلاح
والرجوع إلى الحق ومحاسبة الذات. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكل عام وأنتم بخير.